قام اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بزيارة مدرسة بكن الخاصة، حيث استقبله رئيس مجلس إدارة المدرسة وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة وعدد من الطلاب والطالبات والأهالي. وأشاد اسمه الشيخ ناصر بن حمد بالمواهب الشابة في المدرسة في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، وبالتطورات التي حققتها المدرسة لرفع اسم البحرين عاليا بين الدول المتقدمة في مجال التعليم، حيث التقى سموه الهيئتين التدريسية والإدارية واستمع إلى شرح عن المنهج التعليمي والفرص والخيارات التي توفرها المدرسة. وعبر سموه عن بلغ سعادته بهذا الصرح التعليمي الذي يأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلها أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وانعكست تلك الجهود على المستوى اللافت للطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وأكد سموه ضرورة مواصلة العمل والجهد والاجتهاد وتحقيق الإنجازات بشكل متواصل ومستمر وتشريف اسم مملكة البحرين في جميع المجالات العلمية. ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الطلاب والطالبات لحمل الراية المشرقة للمواطن البحريني كونه من أقوى العناصر في المجتمع ويلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية والتطوير. من جهتها شكرت الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على زيارة سموه الكريمة واهتمامه البالغ بالمناهج التعليمية التي من شأنها تطوير قدرات الشباب في البحرين ومراقبة سموه عن كثب وحرصه الدائم على مواكبة كل ما يعود بالنفع على الشباب البحريني.